طاقيو لي السريعة في التعاليق، طاقيو لي السريعة تجي تسمع هاد الأخبار، طاقيو لي السريعة وطاقيو لي شنيتيكا وطاقيو لي الأعداء ديال سعاد جوهرة مغربية. بغيتهم كاملين نبانو عندي في هاد الفيديو. مرحبا بكم المتابعين ديال السريعة في هاد الفيديو بهاد الأخبار اللي جايب ليكم، ولكن طاقيو لي حتى السريعة بغيتها في التعاليق تجي تشوف هاد الفيديو. عبلو جميع الأعداء ديال سعاد جوهرة مغربية، بغيتهم يطاقيو عندي لهم في التعاليق اخوتي. سمعوا هاد الخبايير على الصباح، تبداو بها السيمانة ديالكم. عرفتوا باش غتبداو بهاد الخبار؟ غتبداو بها السيمانة ديالكم، غدوز عندكم السيمانة في اي بي، سيمانة عا كضحك. صباح الخير عليكم المشاهدين العزاز، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، تصبحوا تربحوا يا احلى متابعين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحة والعافية، لا نتوما ولا الناس العزاز عليكم. كنتمنى من الميمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم، انتم اعطيو لي اللايكات وتهلاو فيا بالتعاليق. الله يكبر بكم، وانا نجيب لكم الخبيرات اخوتي، وما كاين غير المصداقيه المصداقيه المصداقيه. ايوا الحمد لله. اش غنقول لكم اخوتي؟ خبيره واش من خبيره البقه. كصبحتي بعدا، كصبحتي البقه من الصدمه ديال البارح. ايوا مين دابا انت مصدومه؟ لا انت لا الزباله لا المجموعه ديال القنوات الصرف الصحي. كصبحتو وعلمي غنقطر لكم هاد الخبيره هاد الصباح. عاوجدي شوف اش قلت لك البارح، قلت لك السريعه غير وجدي التريتمون ديال الناموسه، شي دواء تكون سميتو الناموسه، بقيت شربيه في الغداء في الفطور وفي العشاء. المهم بحال هكا ديري الترتيب، كل وجب قبل الاكل وبعد الاكل، لان هادشي اللي غادي نقول لك والله اودي السريعه اذا غادي تبقاي اطيح غيطيحوك الرياح غيطيحوك. والله الا غيطيحوك الرياح اودي السريعه. اش غادي نقول لك؟ حالتك صعيبه والغيره ماشي عقلاتك، وهاد سبحان الله تيم داك النوع اللي ما كتبينيش وكتحدي المشاكل، ولكن الغيره مغياره الى قالوا مغياره سريعه مغياره. تعذبتي يا مسكينه ولا تعذبتي؟ كنصند دابا سعاد اللايف ديالها شنو هربه هربه، داك اللايف بقيت كنعاود فيه كنعاود فيه كنعاود فيه كنعاود فيه وكنضحك بوحدي، ولا بقيت كنضحك بوحدي. ايوا سمع حزقينو لانتي للقنوات اللي معاك هاد الصباح، سمعي هاد الخبيرات السكوب اللي جايب لك، ويلاه وصلت بهاد الخبر عادي بهاد المعلومات يلاه توصلت بها غير هاد الصباح. علاش تعطلت عليك مرمول ما كندير فيديو قبل هاد الوقيته؟ سعاد هزات وليداتها هاد النهار يا خوتي وبنيتها، وسعاد مشات مشات شوف حبيب القلب قولي واش كتبغيني ولا لا ابو كريشة. سعاد مشات عند حبيب القلب، ماشي جات تشوفو، مشات سعاد دير الاجراءات. ديك الكارطة اللي عندك اودي السريعة غتبقى ديالك، هاديك لاكارط باش كتزوري نتي بوكريشة غتبقى ديالك نتي، هاديك خليها عندك بلا ما تعطيها لسعاد، حيت سعاد ان شاء الله الا كتاب ان شاء الله ان شاء الله غتصاوب ليها كارطة بسميتها سعاد الطويل. سعاد الطويل هي وليداتها، غتدخل هي وليداتها يشوفو بوكريشة ويخرجو. واليوم بداو الاجراءات على ارض الواقع ماشي المواقع، مواقع بوحدهم دابا السك عندنا الواقع البراتيك، حيدنا من تيوري. حيدنا دابا من بلا بلا بلا، دابا من التطبيق وطبقي معنا تنتي. سعاد بدات كتطبق، قال لك قد فمك قد دراعك. سعاد قالتها ولا قالها ولا قالها قد بها. عارف سعاد ما كتخاف، سعاد راه زعيمه وخا والله ما كتخاف. سعاد راه دار شي حاجه هنا الا دات سوحاتي على هنا صافي مشى. اليوم غتشوفوا طيح اكثر من نايد، وا 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 اللايفات غتشوفوا جديب اليوم، اليوم جديب والسبان في دار سعاد اليوم. يا ربي السلام، انا قلت لكم الخبير، انا قلتها لكم عن نضج جدبو، من دابا بداو جديد، من دابا حلوا اللايفات، ومن دابا حميوا الغوت وعوك عوك وعوك عوك غترجع لي وانا موسى المجربه. من دابا من دابا يلا تغوتوا يلا تنبحوا. غتشوفوا اليوم غتشوفوا الغوط اللي غادي ينوض اليوم، وغتشوفوا غتخرج شنيتيكا تخرج السريعه كلهم اليوم السريعه. اليوم تقول لكم انا كنجمع في الشنطه حطي الباليزه وفين وداك الباسبور الاحمر اللي وريتي البارحه ودي السريعه وافي مع جايبه ليا شي كاوريه شافراه ليها ولا مع واحد ولا مع مغلفه داك الباسبور. تصوروا قديم شحال لي من عام وقلت لك انا غنمشي عند عائلتي، انا عندي العائلة. عندك شي عائله اللي غتمشي عندهم انت؟ عندك شي عائله اللي غتمشي عندهم ودي السريعه؟ البقايقو البقايقو ساعتك وصلت، الله يبقى يقول ساعتك وصلات. واحد كويزينه تي الحط لعينه في الراس اخويا، حنا باغي العيد الجاي العيد الكبير خا جمعوا لي فلوس سمو الحوت اخوتي دايز الله يسهل عليه هو مسكين. كما قلت لكم سعاد غدا في الاجراءات، كاين بعض المتابعين اللي كيحسبني حنا كنضحكوا كيحسبني فعلا غيكونوا اجراءات، وقسما بالله العلي العظيم الا كانوا بادين عاوتاني شي حوايج اخرين نضافوا اليوم
غادي تكون سعوديه، غادي تشوف الزنزيره البكريشه علاش، على قبل وليداتها، على قبل وليداتها، وغادي تخطب لي امال. امال راه يتزوج امال فعلا، شوف وانا هضري قال سعاد راه كلها كاينه، بكريشه غادي يتزوج، غادي يتزوج بالثالثه، فهمتوا سعاد ما غترجعش لي، هني وراسكم هذه عرفتي حاسه سريعة ما غترجعش ليه، ولكن وليداتو غتديو ليه يشوفهم، لان حتى هو باغي يشوف وليداتو. ولا قلت لك السريعة شكون اللي باغي هادشي كامل، شكون اللي داير هاد المعمعة راه ماشي سعاد. يلا الزوج ديالك بكريشة هو اللي طالب يشوف ولادو، راه ما كنبغوش نقولو شي حوايج، كنقولو خلي بلاتي خلي بلاتي خلي بلاتي، راه ماشي سعاد اللي باغا تمشي تشوف بكريشة حبا كبيرة، هو اللي باغي بكريشة ديالك اللي داير الطلب باغي يشوف وليداتو، سيرتو ملي عرف ان فاطمه الزهراء رجعات مع الام ديالها، فهمتي؟ وشكون قال لك انت ما كيتواصلش مع سعاد؟ شكون اللي قال لك البقاء ان بكريشه ما كيتواصلش مع سعاد؟ والهضره في اخبارك، اخبارك البقاء، وكنت كانوا خرجوا للزباله قالتها واحد المره ووصلكم التنقنيقه، ما كنعطيكمش كلشي، ها انتما ما كتجيبوش اخبار فحالنا، حنا كنجيبوا الخبيره ديالكم، ديال البقاء وداك الشيء، انتما والو هادشي صميت لميت، سعاد كد كتحشي عليكم عامل تحت، بكريشه ديالكم هو اللي طالب يشوف الناموسة، فهمتوا؟ وعلى ولادو، وسعاد مني سمعت ان بكريشه باغي يشوف ولادو ما تحرموش اخوتي من ولادو، لا 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 لا، حنا ماشي مجرمين، حنا ماشي مجرمين، نقولوا سعاد ما ديش ولادك عند باهم، ديما شوفوا باهم وجلسي معاهم وقربي الولاد من باهم والبنت، حسيتو فاطمه الزهراء كتبغي الاب ديالها. السريعه كتقول لي رفض، كيفاش غيرفض هو داير طالب؟ عقول لي كيفاش غيرفض هو داير طالب؟ تيقلع حمقى، واش واحد داير طالب وسعاد شحال هادي كانت كتسول فيه؟ سعاد شحال هادي كانت كتسول ديري ولادو؟ شحال من عام دابا، راه عام دابا هو متزوج، عمر سعاد سولت فيه ولا بغات تمشي عنده ولا تعيطت ليه ولا ابدا، ولكن دابا ملي طلبها هو، ملي هو بكريشه قال لي مبغيش حبي الناموسة، ترى في الحبس قال لك كيقول لي كيسولو كيقول لي شكون حبك، كيقول لي بكريشه، والحب الاول عليه نعول، حب الاول الحب الاول عليه نعول، شكون هي حبك الاول؟ ناموسة، قال لك بكريشه كجيبو غطات كيقول لي ناموسة جاتني سعاد 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 سعاد، وحق الله العظيم هادشي اللي غنعاود لك عاوتاني، سيري عارف اخبار هادشي اللي غادي نقول دابا عاوتاني، الى واحد مره كانت ناعسه مع بكريشه، سيري يعني ناعسه حداه، ماشي ناعسه مع زعما ناعسه حداه في الناموسيه، وبكريشه كيحلم وكيهضر بسعاد وفاقت السريعة وتقلقات وكانت غادا في حالها وكلشي، وحق لا اله الا الله هادشي وقع ملي كان يلاه تزوج بها بكريشه، ناعس معاها وكيهضر على سعاد، ناعس وكيهضر بسعاد سعاد سعاد، ما عرفتش كان كيحلم واش ما عرفت فين غارق مع سعاد ولا محروق مع سعاد ولا ما عرفت ليه، وكيغوت بكريشه وسمعتو السريعة كيغوت سعاد سعاد، ديك الساعة كانت يلاه رجعات ليه السريعة وتقلقات عليه واحد الحالة واحد الخسار، باش عارف يشوف راه هو كيبغيها هذاك النوع اللي هو يخمني وعيني فيه بكريشه، فهمتي والله لا قال عليك والله حتى غادي يتزوج، انا قلتها لك غادي يجيب لا لاك لا لاك امال، وانا ما عرفتش شكون امال عاوتاني، انا قلت شكون امال ولا لا 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 ما نقولش لك امال، غتمشي تشعب ديتي وشنيتيك وما تخليش يتزوج بها، خليتها يخرج بكريشه ونفرحوا به، وسعاد غتناقش ليها في خبارك، سعاد غتناقش الشريكه ليدين ورجلين، وسعاد غتهلا فيها، داكشي اللي دارتو معاك انت العاقه غديرو سعاد مع شريكتها الثالثه. داكشي اللي دارتو معاك انت يسرى ناقشات لك وحنات لك فرحة مرات بها، تا سعاد غادا تفرح بشريكتها وتصلي على النبي، وسعاد غادا تخلص لبكريشة شهر العسل، والعمارية على حسابنا بكريشة، شوف سعاد تعطيك الموافقة بكريشة، وحنا نوقفو معاك وندير لك عرس كبير ملي يخرج عمي بكريشة، عرس كبير وصافي انت غتحماقي، غتولي بحال ديك اللي في البرتقالة المرة، عقلتي على السريعة، غتخرجي وتمي غادا وشعرك واقف وصقع فاس وغادا عفيانة. وتخرج الزبالة تقول حمقتوها أولاد شحيبر حمقتو السريعة، أولاد شحيبر حمقتوها الناموسة المجرمة، إيوا هادشي نقول لك الصريحة، شوف أنا والله إلا بعد ما تعدي بعد النظر، ما كنحمش الناس اللي كيشربو ويديرو الصوت إلا بعد ما كندير الصوت، أعدى حاجة عندي والله القسم يجي واحد شي واحد يشرب ويدير ديك الجرجيفة صافي كون طيب نطير نقجو أخوتي. اولا شي واحد اللي كيكون ياكل فمه مفتوح وكيبقى يدير الصوت، عرفتي شي جنون كيشدوني ديك الساعه، سمعتيني السريعه بكريشه غادي يتزوج وانت غادا تحماقي، هذا هو الماستر ديالك، اولا غادا تجر وقي واش غادي يطرى لك، اش كيتسناك، تقدر تكوني في الحبس حيت سعاد دير لك شي كيف تجار البشر، تقدر تكوني مسدود عليك تما، يخرج بكريشه ودخل انت تعمري بلاصتك، انا قلت لك خبيره هذا الصباح سعاد انطلقت المسيره ديالها،
آه يا أبو كريشة، والله يا أبو كريشة من فلتك. تحياتي لكم أخواتي الأعزاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله. نهاركم مبروك.